السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتي لكل متابعينا في كل مكان في الوطن العربي وكل مكان في محافظات مصر. طبعا النهارده يا جماعه هنتكلم عن حاجه مهمه جدا وهي حيض الكلاب. اغلب الناس بتسال على اليوتيوب في الكومنتات بتقول يا كابتن لو كلبتي حاضت النهارده وفوت لها تحيض بعد قد ايه؟ طبعا كلمه فوت لها غير كلمه جوزتها، يعني فوت لها اصبح ان ما حصلش جوازات وحمل وخلفه ورضاعه والحاجات دي كلها، لكن حاضت وفوت لها يعني ما جوزتهاش اساسا من اصله، تمام؟ فاصبح ان كده المواعيد هتختلف ما بين الجواز والخلفه وما بين الحيضه بس. طبعا موضوع حيضه بس يعني كلبتي النهارده حاضت حجمها صغير او حجمها مش مناسب او ما لقيتش ذكر او ما يقارب ان انا مثلا ما مش فاضلها اليومين دول، حاجات زي كده، فاصبح ان انا ما جوزتش، ما حصلش جوازات، او ذكر حاول يطلع عليها وما عرفش، او هي ما وقفتش، حاجات زي كده كتير، ودي بتحصل كتير عند اغلب المربيين. طبعا لما بيكون كلبتي فيها الموضوع ده وبنعدلها الحيضه ديت، ما اغلب النتيات ما بتحيض الا بعد 3 شهور تاني، يعني يعدي فتره 3 شهور وتبدا تحيض تاني، لكن في نتيات ممكن تقعد لاربع شهور، ممكن تقعد لخمس شهور. طبعا مش معنى ان كلبتي قعدت لاربع او خمس شهور فاصبح ان انا بكده يبقى كلبتي فيها مشكله. الموضوع يا جماعه هو عباره عن تركيب هرمونات في الجسم، يعني كل كلبه انتهى البريود بتاعها او الدوره بتاعتها بتجيلها في مواعيد معينه او مواعيد كل واحده ما تختلف ما بين الثانيه، يعني ممكن نتايه تجيلها الحيض بتاعها بعد تفوت اول حيضه بثلاث شهور بالظبط، وممكن واحده تجيلها بعد اربع شهور، وممكن واحده تجيلها بعد خمس شهور، فدي حاجه ما تقلقكش وما تخوفكش انت كمربي. كل ما عليك بعد فتره ثلاث شهور من الحيضه الاولى والكلبه بتاعتي ما حضتش هو ان انا اول حاجه ناخدها نمشيها. طيب لو مشيتها وما حضتش، بس مش معنى ان انا نمشيها ان ننزلها نمشيها عادي طبيعي خالص ونرجع نقول ده ما حضتش، لا، لازم المشي يكون فيه عمليه ارهاق شويه. يعني لو رجعتوا مثلا للستات او البنات او الحاجات زي كده، لو في بريوت معلق وفي تنظيف في البيت والحاجات دي كلها بيبدا البريوت يشتغل. ليه؟ بيبدا ان الجهاز التناسلي او الهرمونات اللي في الجسم بدات ان هي تتحرك، فطبعا بناء عن كده بيحصل بريوت او دوره شهريه. لكن عند الكلاب برضو لازم يكون في عمليه ارهاق للكلبه على اساس ان هي تبدا تشتغل والبريوت عندها يشتغل. طيب نفترض دلوقتي ان انا مشيتها وجريتها وما حضرتش، نغير مكانها ليه؟ ايه سبب ان احنا هنغير مكان الكلبه بتاعتي عن مكانها القديم؟ لان برضو الحاله النفسيه تشترط عن تحريك الهرمونات في الجسم، يعني الحاله النفسيه للكلبه او البريود بتاعها او الهرمونات بتاعتها بتشترط عن المكان اللي هي متواجده فيه، بتشترط عن حالتها النفسيه في المكان ده. اصبح ان انا لو غيرت المكان ده ومكان مثلا فيه ذكر شمها، كلاب لعبت معاهم، لازم نقرب يا جماعه الكلب بتاعي من الحياه الحيوانيه بتاعته شويه، يعني نحطه مع كلاب يلعب معاهم حاجات زي كده، بيبدا ان هو يتفاعل جسمه وتبدا الهرمونات تشتغل وتبدا الحيض يشتغل. طبعا ده مش معناه ان اغلب الكلاب كده، لا، اغلب الكلاب بتبقى مناسبه في وقت معين، يعني لو فوتت حيضه النهارده ما يقارب الثلاث او اربع شهور بتحيض تاني، لكن لو غيبت ده ما يقلقكش، ده معناه ان الكلبه فيه مشكله في الهرمونات، لازم نحرك الهرمونات ديت بايه؟ بالمشي او بتغيير المكان او بتقربها من كلاب تانيه او الحاجات دي كلها. طبعا كل الحاجات دي هترجع الحيضه، هتشغل الحيض تاني. معلومه بقى لكل الناس اللي مربيه كلاب، الحيض زي ما قلنا غير الجواز، يعني التفويت غير الجواز، ان انا مفوت لها النهارده غير ان انا نجوزها. لو جوزت الكلبه بتاعتي النهارده وحاضت مثلا وجوزتها، بتقعد شهرين حمل وشهرين رضاعه، تمام؟ يعني بتخش في وشهرين راحه، بعد كده بتخش في ما يقارب الست شهور، يعني معروف ان الكلبه بتاعتي بتخلف في السنه مرتين. لكن لو ما حصلش خلفه في السنه مرتين، او ان انا ما عملتش موضوع خلفه، او ما قربتهاش من ذكر عشان تتجوز، اصبح كده ان هي هتحيض في السنه ثلاث مرات، لان هندي مساحه يعني ثلاث شهور هيديني تسع شهور. طب الثلاث شهور التانيين اللي هو المعادلات اللي ما بين الثلاث شهور الاولانيين، اللي هي هيبقى في وقت مختلف، وقت متخلف، راجع لورا شويه، الوقت راجع لورا شويه، مقدم لقدام شويه. طبعا الثلاث شهور التانيين دولت هنحطهم اللي هم في السنه، هنحطهم بناء عن حاجه تكمله للثلاث شهور اللي هم التسع شهور اللي انا جمعتهم الاول مع بعض. يعني معناها ان الكلبه بتاعتي بتحيض لو ما حصلش جوازات خالص هتحيض في السنه ثلاث مرات اللي هي تحيض فيهم، لكن لو حصل جوازات يبقى هتحيض في السنه مرتين، تمام؟ وهتخلف مرتين. هو ده اللي انا كنت حابب اوصله لكم يا جماعه، اتمنى كده تكون الرساله وصلت والناس فهمت الكلبه بعد تفويت الحيضه بتحيض بقد ايه؟ ما يقارب الثلاث شهور او الاربع شهور وتبدا ان تحيض. لو غيبت كلبتك ابدا حركها ومشيها، او غير لها المكان او الحاله اللي هي قاعده فيها، وغير الحاله النفسيه بتاعتها، باذن الله هتبدا تشتغل معاك بسرعه. تحياتي لكم جميعا وتحياتي لكل متابعينا، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.